دخل التاريخ من أوسع الأبواب، حطم كل الأرقام القياسية، لم يترك لغيره أي فرصة لكتابة التاريخ في عهده، بل إنه حقق حلم العمر في كأس العالم 2022 بقطر، إنه المعجزة ميسي. لكن منذ ذلك الحين كل الأمور انقلبت ضده، حتى وصلت إلى سافرات الاستهجان التي دوت ضده في ملعب الأمراء ليقرر أخيراً الرحيل. فأين ستكون رقصة البرغوث الأخيرة في ملاعب كرة القدم؟ على مدار الأيام الماضية ومنذ نهاية بطولة كأس العالم 2022 في نسختها الأخيرة، تصدر الأرجنتيني ليون ميسي عناوين الصحف بعد حوم الشكوك حول مستقبله مع باريس سان جيرمان الفرنسي. وعلى مدار أشهر خرجت العديد من التقارير بأنباء عن رغبة ميسي في الرحيل عن الفريق الفرنسي، إلى جانب رغبته في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني. هذه الأنباء إلى جانب وداع بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ كانت السبب الرئيسي في تدهور علاقة النجم الأرجنتيني ميسي بجماهير نادي باريس سان جيرمان. جماهير الفريق الباريسي استقبلت ميسي في كل مباراة منذ ظهور أنباء رحيله عن الفريق بسافرة الاستهجان، خصوصا أنه فشل في تحقيق حلمهم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا. ووصل الأمر بعد ذلك وتحديدا عقب زيارة ميسي للسعودية مع تردد أنباء جديدة باقترابه من الهلال السعودي، إلى قيام الجماهير بوقفة احتجاجية أمام النادي ومنزل ميسي مطالبين برحيله. عرض مالي ضخم تلقاه ميسي من نادي الهلال السعودي مقابل 1,200,000,000 يورو مقسمة على موسمين مدة العقد، لكنه ينتظر حتى الآن على أمل العودة من جديد إلى برشلونة. بعض الأنباء خرجت تشير إلى أن بعض المحاولات موجودة للإبقاء على ميسي في صفوف سان جيرمان، إلا أن كل هذه الأنباء تم هدمها خلال المؤتمر الصحفي لكريستوف غالتييه المدير الفني للنادي. غالتييه أكد أن المباراة القادمة ستكون الأخيرة لميسي على ملعب حديقة الأمراء مع باريس سان جيرمان بعدما انتهى عقده مع الفريق ولم يتم تجديده حتى الآن. مع باريس سان جيرمان لعب ليون ميسي 74 مباراة في مختلف البطولات منذ 2021، سجل خلالها 32 هدفا وصنع 35، ونجح خلال هذه الرحلة في التتويج بلقبين للدوري الفرنسي ولقب للكأس المحلية. ينتظر ميسي موقف برشلونة الذي ينتظر بدوره رد رابطة الدوري الإسباني على طلبه وخطته المالية لضم ميسي والتي رفضتها رابطة الليغا في البداية. والد ميسي أخطر رابطة الليغا أن نقله يرغب في الانضمام إلى برشلونة، لكنهم طالبوه بالانتظار حتى الاثنين المقبل لمنح برشلونة الرد النهائي بشأن خطتهم المالية. في حالة لم يحصل برشلونة على موافقة الليغا ولم يتقدم بعرضه لضم ميسي خلال الأسبوع المقبل، فإن الاتجاه الوحيد أمام ليون ميسي سيكون بالطبع الهلال السعودي. فأين ستكون محطة ميسي المقبلة التي قد تكون الأخيرة في مسيرته الكروية الأسطورية؟